حبايبي الحلوين، طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي، ده الفيديو التاني في الأجزاء الخاصة بمراجعات شهر فبراير 2024 على قناة دروس ببلاش. في فيديو سابق كنا حلينا فيديو أول خاص بالمراجعات. طبعا بتمتحن أنت شهر فبراير وشهر مارس، بيبقى الامتحان عبارة اللي هو الجزء الخاص بعمل السنة، بيكون سؤالين أو ثلاث أسئلة بسيطة علشان نشوف موضوع عمل السنة ده، وبعد كده بيبقى فيه امتحان نهائي بعد كده. أنا هسيب لك في صندوق الوصف برضو الجزء الخاص بالفيديو الأول. نيجي هنا، طبعا في أسئلة بسيطة هنا عندنا questions collected from previous exams، طبعا دي تدريبات مجمعة من اختبارات المحافظة على الوحدة السابعة. خلي بالك عندنا هنا السؤال الأول، عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, that boy space a famous vet in the future. Is, was, will be or be. طبعا الجزئية الخاصة بالfuture والجرامر كان بتاعه، خلي بالك كان الfuture، أول ما تشوف كلمة future كده هو يبقى will زائد المصدر، خلي بالك عندك فاعل will زائد المصدر، هتلاقي هنا ايه عندنا هنا ايه will be، يعني هذا الولد هيبقى famous vet، طبيب بيطري مشهور in the future. بعد كده number two, when the headphones hear another language they can space it into your language. Push, make, translate, invent. يعني لما الهيدفون سماعات دي بتسمع لغة أخرى، انت طبعا بيقول بتترجمها إلى لغتك. عندنا push يعني يدفع، make يعني يصنع أو يؤدي، أو طبعا ليها معاني كثيرة، translate يعني يترجم، عندنا invent يعني يخترع، وطبعا الإجابة هي translate. خلي بالك لازم تكون عارف معاني الكلمات كويس جدا. عندنا number three, this shop offers a free space to your home. Apps, choices, delivery, pollution. المحل ده بيمنح ايه؟ او في ايه الحاجات المجانية to your home؟ ممكن عندك apps, choices, delivery or pollution. طبعا هنا apps يعني تطبيقات، choices اختيارات، عند delivery اللي هو خدمة توصيل مجانية يعني، عندنا pollution يعني ايه يعني تلوث. Number four, I have many problems space my car, so I took it to the mechanic on, at, of or with. يعني عايز يقول لك انا عندي مشاكل كتير في العربية بتاعتي. I have many problems، البريبوزيشن المناسب هو ايه؟ with، يعني عندي اعطال كثيرة في السيارة. بعد كده number five, I have many space on my mobile like Facebook, machines, tools, tabs. طبعا عندنا هنا عايز يقول لك انا عندي كثير من التطبيقات، تطبيقات زي انستغرام، زي فيسبوك، زي تويتر، ده بنقول لهم ابس. ابس اي هاف ميني ابس اون ماي موبايل. بعد كده عندي نمبر 6، هي درينكس ا لوت اوف كوفي، هي بيكيم سبيس تو ات، اكسبيرتس، جود، هوربل اور ادكتد. طبعا واحد بيشرب كتير قهوه، او يكون الواحد لما يكثر من الشيء ويقبل عليه بشكل كبير يبقى الحاجه بنقول عليه مدمن الحاجه دي. طبعا عندي اكسبرت يعني خبير، عندي جود يعني جيد، عندي هوربل يعني فظيع، عندي ادكتد يعني مدمن، ادكتد تو خاصه بيجي بعدها بريبوزيشن اي تو، ادكتد تو الحاجه يعني مدمن الحاجه دي. بعد كده نمبر 7، if he space all exams he will be happy. طبعا دي جزئيه الجرامر، pass, passed or will pass or passes. أول ما تشوف قاعدة إيه في الحالة الأولى، بعد كده في فاعل، وبعد كده جزئية الـ present simple هنا أهو، وبعد كده الجزئية الثانية من الجملة أو جواب الشرط بمعنى صح، ويل زائد الإيه المصدر. عندنا إف أداة شرط، عندنا present simple فعل شرط، عندنا ويل زائد المصدر. خلي بالك الجزئية الثانية اللي جواب الشرط، أول ما تشوف إف دور على الـ present simple، لأن هنا الثانية في الجزئية future، يبقى انت هنا امشي بطريقة الاستبعاد. طريقة الاستبعاد ايه؟ شوف الحاجة اللي مش هتاخدها خالص واستبعدها، وبعدين شوف الاجزاء التانية. عندي if he مش هينفع، if he will pass، if ما يجيش بعدها future، if he passed لأ، لان دي هتبقى الحالة التانية، هينحصر الاختيار ما بين pass or passes. انا عندي he تاخد ايه بقى؟ مش هينفع اقول he pass، لازم يبقى انا اقول ايه؟ he passes. if he passes، امتى يا مستر وجدي اخد باس؟ لو كان الفعل اي او وي او يو او ذي. بعد كده نمبر 8، اي كانت بلاي تشيس وذ ماي فريند سبيس،
on air, online, offline, on desk. طبعا انا اقدر العب شطرنج مع زمايلي او اصدقائي، طبعا دي سهله، ونقول ايه online. بعد كده number 9, use space till your parents if you see people being horrible online. يعني shouldn't, couldn't, don't have to, or should. طبعا يجب عليك ان اللي هو ايه، يعني تقول لبابا وماما او ما تقولهمش، يعني لو انت شفت ناس being horrible. horrible يعني سيئين، فظيعين، بشكل كيس، شكل سيء online، اللي من الاخر كده يعني كأنه تنمر. يعني طبعا المفروض انت تقول لباباك او مامتك او تقول الاثنين. يبقى عندي هنا you should tell your parents if you see people being horrible online. بعد كده number 10, I usually use my space to listen to music. اول ما شفت انت music جريت انت على headphones، اكيد عندك هنا number A, helmet, glasses, headphones or trainers. طبعا كل الكلمات دي لازم تكون عارف معناها، والجزئية دي خاصة بفيديوهات شرح كتير قبل كده. المنهج ده متسجل، عايز اقول لك ده 3 مرات على 3 سنوات مختلفة على قناة دروس بلاش. I usually use my headphones. ليه؟ اول ما تشوف headphones يبقى to listen to a to music. نيجي بعد كده للجزئية الثانية او السؤال الثاني، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. طبعا دي جزئية بتكون خاصة بالجرامر، جرامر اليونت 7 اللي هو كان يخص قاعدة ايه في الحالة الاولى، وجزئية الايه، جزئية الفيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط. عندنا اول واحدة هنا، اول جملة عندي if I go to the shops I space spends a lot of money. خلي بالك انت عندك if وبعد كده السبجكت اللي هو I، بعد كده go present simple، يبقى لازم تدور على will زائد المصدر في الفعل او جواب الشرط بمعنى صح، يبقى I will spend a lot of money. بعد كده عندنا number 2, if you want to earn more money you space shouldn't work harder. يعني لو انت عاوز تكسب فلوس كتير يبقى طبيعي ان يجب عليك ان تبذل جهدا. خلي بالك يبقى ايه هنا، ما ينفعش اقول you shouldn't، فالطبيعي هقول ايه you should work harder. بعد كده عندنا number 3, if she space went to the shop she will buy cheese. خلي بالك دي قاعدة ايه في الحالة الاولى، الحالة الاولى ليه يا مستر واجد؟ الحالة الاولى لان جواب الشرط هنا عندي ايه، will buy. طالما هنا جواب الشرط will buy يبقى if she لازم present simple. ال present simple went طبعا ماضي، ما ينفعش اقول if she went. انا ممكن اعمل او اقول if she went، ولكن دي الحالة الثانية من قاعدة if، وده مش موضوعنا. يبقى عندي if she لازم تبقى present simple. present simple في الجزئية دي مش هينفع اقول if she go، خلي بالك لازم اقول ايه if she goes. بعد كده عندنا number four, I'm looking forward to space visit the museum. انا بتطلع الى، خلي بالك expression looking forward to يجي بعدها gerund يعني ايه، الverb plus ng مضاف ng او noun يعني هنا. فبالتالي هتقول I'm looking forward to visiting the museum، انا اتطلع الى زيارة المتحف. خلي بالك عايز افكرك في حاجة، looking forward to يجي بعدها اما gerund اللي هو الverb plus ng او noun. ازاي noun؟ ممكن اقول لك مثلا جملة في بالي كده، I'm looking forward to the summer holiday. يعني احنا بنتطلع or we are looking forward to the summer holiday، نتطلع الى الاجازة ايه الصيفية. يبقى looking forward to يجي بعدها gerund الverb plus ng او noun. تيجي بعد كده number 5, when you feel ill، لما تشعر انك عيان خلي بالك، يبقى you space see a doctor. خلي بالك if or when هنا مفيش مشكلة، ولكن لما اقول لك الحالة الاولى ب if or when انت بتستخدم will زائد المصدر، خلي بالك اللي هو في جواب الشرط، او should انت على حسب الجملة. الجملة دي هنا فيها نصيحة، خلي بالك. يبقى when you feel ill you should see a doctor، يبقى انصحك لو انت تعبان او حسيت انك تعبان مريض، يبقى you should see a doctor. بعد كده السؤال الثالث، ان write a paragraph of 90 words on how to keep safe online. طبعا على القناة في الparagraphs كتير، ومنها جزئية برضو اللي هو how to keep safe online، وبرضو هسيب لك في صندوق الوصف فيديو خاص بـ how to write a paragraph بشكل عام، وبرضو الفيديو اللي هو فيه موجود الجزئية الخاصة بـ how to keep safe online.
ألتقي بكم في فيديو جديد، فيديو لاحق. طبعا انتظر تعليقاتكم، ممكن نحل تدريبات مختلفة على الوحدة السابعة يونت 7. Thank you.